ازيكم عاملين ايه؟ لاحظنا اكيد في التمرين بتاعنا ان اوقات الكابتن بيدينا تكرارات كتيره باوزان قليله وراحات قليله، واوقات تانية يدينا تكرارات قليله باوزان تقيله وراحات طويله. ايه الفرق ما بين ده وده؟ الاجابه هنا ايه الغرض من تمرينك. الغرض من تمرينك لو هو ان انا عايز اخسس، فانا هاخد الاوبشن رقم واحد او الاختيار رقم واحد بتاع ايه؟ بتاع التكرارات الكتيره والاوزان القليله والراحات القليله، لان الطريقه دي بتحرق دهون سريع. لكن لو اداني الكابتن الاوبشن رقم 2، يبقى انا عايز اعمل فوليوم من العضلات واملى اجزاء في جسمي جايز تكون نحيفه، فيكون الاختيار الثاني بتاع التكرارات القليله باوزان ثقيله وراحات طويله. طب الراحات الطويله في الجزء بتاع الفوليوم العضلات ده ليه؟ لاني لازم اجدد حاجه اسمها معادن الاي تي بي. معادن الاي تي بي دي هي المعادن المسؤوله او المخزن المسؤول في انتاج الطاقه اللي بيها بقدر اتمرن باوزان تقيله زي ما قلنا وتكرارات قليله واخد راحه طويله عشان تجدد لي تاني المعادن دي جوه العضلات. الرياضه والجيم علم، لازم اتابع كويس قوي مع حد زي ما قلنا 1000 مره متخصص علشان الاقي افضل النتائج. اشوفكم المره الجايه، سلام.